ما الدور الذي أدته اللغة العربية في الحفاظ على الثقافة العربية خلال مراحل الاستعمار وفي ظل العولمة؟ كيف هي حال اللغة في الأوساط الاجتماعية والعلمية العربية؟ وهل ما زالت تحتفظ بمكانتها السابقة عند العرب أنفسهم؟ مقارنة بشعوب أخرى، هل يقوم العرب بما يلزم للحفاظ على لغتهم حية وحيوية راهنا ومستقبلا؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان حال اللغة العربية بين العرب في الأوقات التالية.